عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. من صفات السقف الثابت الذي لا يتحرك ولا يزاد عليه ولا ينقص منه شيء، أن يكون السقف سميكا. سقف الرئي تطر عليه طوارئ بس يرد لك في الشتاء. لذلك الله قال: رفع سمكها فسواها. جعلها عالية عالية البناء، وكل بناء تستطيع الوصول إليه ليس عالي، العالي الذي يعجز الإنسان أن يصل إليه. أنا معنى العالي، إذا قلنا عالي يعني يعجز الإنسان أن يصل إليه. عالية البناء بعيدة الفناء، مستوية الأرجاء، مزينة بالكواكب، إمتى؟ مزينة بالكواكب متى؟ في الليلة الظلماء، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من يستطيع أن يجعل لله ندا الإنسان يستطيع أن يجعل لله ندا؟ نعم،
شغل موتورات، اصقي الارض، تعطينا ثمر. الله ما عاد له لزوم. كلمة شغل المحركات لنصقي الأرض، أنك غير معتمد عليه. أما لو شغلنا المحركات وطلعنا الماء من بطون الأرض، من الذي جمعه؟ لما بتكون على يقين بأن الذي جمعه الله، والذي سمح لك فيه الله، ولو أراد أن يمنع الماء عنك هل يستطيع؟ كنت أنا في قرية اسمها العبابي، وسط البيت اللي أنا قاعد فيه حفرت بالعظمة، شبرين وطلعت مي وتوضيت، معناها المي قديش بعيدين، وتمت الجورة سنوات، كل ما بدنا مي نعبي منها. قديش المي عميقة، شبرين بالأظمة طلعت المي وتوضيت وعبيت لهم مي بالبيت وقضوا حوائجهم شبرين. هل من يتوقع أن هذه الأرض تجف؟ هذه بشبرين طلع مي بتجف هذه الأرض؟ حفروا 120 متر ليطلع لهم انش مي، كان انش المي يشتغل ربع ساعة ويقطع. قديش في فرق بين شبرين بين 120 متر؟ لما أراد يجفف الأرض جففها ما عاد فيها مي، ومعظم أهلها هربوا. كان في منطقة اسمها العتيبي، أبعد إذا حدا بيعرفها. نركب بالشخاتير من مكان منخفض من غدارة الماء، من 20 سنة مرقت من هنيك، والله أنا بعرف البحر. ما عاد عرفت البحر. سألت أهل البلد قال والله هي بحرة أبي زرعوا أرضها،
بينتظروا مع المطر. مين هاللي بينشف المي؟ يعني شو هالقدرة هي؟ إذا قلل الأرض جفي بجف، طالع مي بالطالع. نهر برده، ليش اسمه برده؟ في حدا بيعرف برده شو اصلها؟ لساننا الاعوج غير المعاني. كان اسمه بريء الداء، واحد مريض روح شراب من نهر برد بطيب. هيك كان في الماضي يطيب، فأطلق عليه براء الداء أو بريء الداء. كنا نخاف نسبح بنهر برد بالصيف من المي. كانت بنهر برد، إذا واحد فات عن النهر تطلع صورته. اليوم نهر برد ما في ولا نقطة مي. وين راحت؟ مين هاللي جفف الأنهار؟ ومن هو الذي جفف الآبار؟ ومن هو الذي قطع الماء من السماء؟ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. كان واحد يقول له ما أجانا مطر السنة، يقول أنا بحفر بير، بحفر عشر آبار وأكتفي، ما بيهمني. ليش؟ لا يكون اعتمادكم على الله، خلي يكون اعتمادكم على ذاتكم. هل ترى أنك تجعل لله ندا وأنت لا تدري؟ إلى هذا اليوم يا بابا أنا بدي أدرس، ابني روح اشتغل وكل، بابا بدي أدرس أخذ شهادة. لك يا ابني اللي ما بيشتغل ما بياكل. علماء العالم عاشوا من غير ما يشتغلوا، من اللي طعمهم. هل تعتقد بأنك تعيش من كد يمينك وعرق جبينك؟ بعد هو أخذ لك يمينك شو بتساوي؟ قادر ينزع لك يمينك؟ قادر؟ لا تعتمد على الذات، خلي اعتمادك على الذات. شو يعني؟ لا تعتمد على ذاتك، اعتمد على ذات الله. فلا تجعلوا لله أندادا.
تروح للطبيب بإلا الولد ببطنك مشوه، بيطلع معتوه، ونزلوه أفضل نزلنا يا الولادة بتكلف 10,000، العملية بتكلف 50,000، لأنه هذا ما مستفيدنا ننزله. الطبيب أبي حاول آيس عن الجنين عشان يقبض المبلغ اللي بننزل الجنين فيه. جاني رجل ومرته وحامل، قال 3 أطباء أقروا أنه لابد من تنزيل الجنين، لأن الجنين مشوه. شو رأيك يا شيخي؟ شو لازم اللون؟ طالما الأطباء هيك حكوا، يعني شو فهمني أمام الأطباء؟ سألت أبو الولد، قلت له عمو انت شو بتشتغل؟ قال لي انا طيار. قلت له اذا جاك جيوب هوائيه وانت في السماء تملك طيارتك؟ قال لي لا، بس بنحاول نشوف الجيوب منين نعاكسها، نخالف طريقها لحتى نسلم. أعجبني الجواب، قلت له خالف رأي الأطباء وخلي سيختك بفضل الله والله بيسلم لك يا. تبت على زوجته قال له سمعتي؟ لبقى تشوشي؟ مر الزمن، ولدت، اجى الولد. هلا صيدلي وصار عنده اولاد مثل الشمعة، لكن الاطباء سودوا الصحيفة لحتى يقبضوا مصاري. والطبيب له الطبيب فلان هيك حكى، خلص طب ما عاد في كلام. جعلوا لله ندا انه هنن بيعرفوا شو بده يصير. وانا اعتقد أعلم مخلوق موجود في العالم لا يعلم
كيف يبنى الجنين في بطن أمه؟ لا يتكامل خلق الجنين في بطن أمه قبل شهرين ونص، بالشهرين بيحكموا عليه معتوه. ما حدا بنى نساء الغاية نقبض مصاري، ما في تفكير بأن الله موجود أو غير موجود. صار في أنداد على هذا المقياس، صار في أنداد. فلا تجعلوا لله ندا وأنتم على علم. فالله سبحانه وتعالى جعل السماء سقفا مرفوعا، تذل المخلوقات بالخير والبركات. مين منكم عايش بغير بركات السماء والأرض؟ مين؟ الأفعى عايش من بركات السماء والأرض؟ الحيوانات المؤذية عايشة من بركات السماء والأرض؟ حكولي عن واحد ماسك الحنش في إيده وبيعمل هيك، قال هو لا يهابه لأنه هو يعترف مع الطعبان. وعم يعمل هيك عض من إذنه فألقاه قتيلا. من حامله بإيده ومخايف منه بكان سبب قتله، قال أمام المجتمع، وقع صريعا. إذا إجا الأمر من طرف الله عز وجل، من يستطيع أن يغير أو يبدل؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون. في أحد منكم عن آيات الله معرض؟ ما بعرف الشيخ بشير، في أحد منكم عن آيات الله معرض؟ ما في حدا منهم؟ أنا رحت لعند الشيخ وقلت له لك ابنتي صار عمرها 20 سنة ما كانت تنخطب. قال له بنتك مسحورة عليها سحر، فإذا بدك فك لك السحر عنها تكلفك الحكاية 100,000 ليرة، لا افتح الكتاب وطالع لك الحكم على الشياطين مشان طالع لك يا ولا برا. يا جماعة والله ما معي دينونة نفك البنت من السحر.
أليس ندا لله؟ أنا كثير يجيني من هالنمارة، بسأله بصلي إيه؟ أنا بصلي، بصلي وتكفر بالله؟ أنا عم بكفر بالله؟ نعم. تعتقد أنه الساحر بيغير وبيبدل والله ما له قدرة؟ أليس البشر وقع بهذا؟ الساحر بيعمل كل شيء، الله وين صبي؟ ما بخير لله قدرة ولا قوة، صارت القوة بإيد الساحر أو بإيد الظالم. أين قدرة الله؟ أين قدرة الله؟ جماعة أوقفوا شخص، حطوه عندهم من البيت، افتح تليفون لمرتك لنحاكيها، قالوا لجوزك نحن خطفنا، وما منتركه لتدفعونا مبلغ كذا مليون، هو ببلد وهي ببلد، فما كان من الزوجة إلا أن قالت دخيلكم شو بدكم تسووا فيه؟ إيه أنا ما معي أكل، مين بجيب لكم؟ أرجوه بعينه، شلون غيره قطعوه؟ قالوا له قدامك ومعك 3 أيام وحضر حالك، اليوم اللي هنن بدهم يذبحوه ويقطعوه كل ما يقولوا له، يقول لهم أنا اللي بنى هالجسم الله، وما بيروح هذا الجسم إلا بأمر الله، مال ما عندي بدكم يا سو. الوقت المغرب صار، قال على مهل حتى يعني الليل يظهر عشان ما ينعرف مين حامل ومين محمول، راح نقطعه ونحطه شقب ووزعه بالحوايا، عم يحكم دمه. هو يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يحميه، فهنن عن طريق التليفون عم بيحكوا، التقطت المخابرة، حصروها وين؟ فاجوا على البيت دقوا الباب، فتحوا الباب ما عارفين مين، وإذ جاي القوة أشأشوهن كلهن، وهداك لقوه مربط حتى ما يتحرك. شو الموضوع؟ حكى لهم، فأخذوا الكل وأطلقوه. من الذي أنقذه؟ الموت المحتم. واللصوص ما بيعرفوا خاطر حدا،
الموت المحتم من أنقذه؟ في ساحر حسين خلصوا بهذه الساعة، وأن كان المسلمين بشكل عام ما فهموا من القرآن إلا أنه في سحر وفي باسم شيخ بفك السحر. يا جماعة تجعلون لله ندا وأنتم لا تشعرون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، جعلنا مين؟ القدرة الربانية، وهم عن آياتنا عن آياتها معرضون. أليس هذا واقع وقعنا به؟ فالسماء سقف محفوظ، والسماء نحن هلأ تحت كم سماء؟ فوقنا كم سماء فيه؟ أظن في أي سماء وفوق في سماء تانية وسماء ثالثة. نحن هلأ تحت السماء الثالثة. أنا قعدت في مكان تحت 14 سماء. وين صاروا 14؟ والله القرآن ما قال في أكثر من 7 سماوات. أنا قعدت تحت 14 سماء. حدا منكم وصل للمقام؟ البناية 14 طابق، كل ما علاك فأظلك فهو سماء. يا جماعة هذا اسمه سقف. طيب والسماء اسمه سقفا محفوظا؟ لا نستطيع أن نفرق بين سماء وسماء. هذا سماء مؤقت، ذاك سماء ثابت لا يتحرك ولا يتبدل ولا تجد له ند. فما بالك بالذي خلق السماء، الذي رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها جعلكم الليل ظلام، وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. بعض المفسرين بيقولوا دحاها يعني سواها. لا، بالمغرب بياكلوا الدحية. حدا منكم بياكل الدحية؟ تاكلوا الدحية انتوا هون عندكم الشام؟ مشايخ ما بيعطوا جواب، لا سأل ولا إجاب. شو الدحية؟ البيضة اسمها دحية. فجعل السماء دحاها، جعلها كالدحية. بتصدقوا إنه السماء مثل البيضة؟ كروية بيضوية. والأرض بعد ذلك دحاها، جعلكم الأرض دحية. تخطر لبالكم هي؟ شلون؟ سألت هذا السؤال خارج البلد.
انه انتم بتقولوا دحاها، نحن منقول كرويه. لا لا لا، مو كرويه، هي كالبيضه. والله شايفينها مبسطه. شلون هي كالبيضه؟ الارض ككتله واحده مثل البيضه. فضربوا مني مثال وما اصعب المثال. حدا بيحسن يجيب مثال كالدحيه ويقولون هذا مثال الارض وهي الطوابق فيها. في عندكم هيك شيء؟ قلت لهم مين منكم راكب بطياره؟ قال كنا راكبين طيارات. قلت له لما بتقعد بالطياره الارض مستويه او مقعره؟ قال لا، الارض مستويه، السقف محدب او مستوي. قال بالطابق الاول فوق السقف محدب، اما تحت مستوي. تلن اذا انتم بالوسط، في تحتكم وفي فوقكم. فوقكم محدب وتحتكم مقعر. اصح. قلت لهم فالارض اصلها ككتله كالدحيه مثل البيضه، لكن انتم باعتباركم قاعدين بالنص ابو شوفوا الارض مستويه، اما اصل الارض تحت مقعر واصل السماء فوق محدب. وانت على الارض كم طابق؟ كم طابق فيها هلا بينبنى على الارض؟ قديش في؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. في بالمزة 12 طابق. بأمريكا في 70 طابق. بناء 70 طابق. فالمصعد بيطالعك 70 طابق. وأنت قاعد جوات المصعد مالك شايف شيء. مسكر عليك كل شيء. بس بتحول لك الباب بتلاقي حالك نفس الطابق، لكن تعزل على الدرج 70 طابق ما عاد تحسن. كل ما علاك فأظلك فهو سماء. وتبدأ السماء بالغلاف الجوي الهوائي للأرض، وهذه السماء محفوظة بكيانها ومتماسكة. في حدا مهندس يرفع لنا اصبعته؟ هاي مهندس. اكبر سقف موجود في العالم بغير عمود قديش يكون مساحته؟ انا شفت عم ببحث اني لاقي سقف كبير ما في عواميد، فاخذوني في امريكا على قاعة 50 متر ب50 متر ما في عمود. سقف مستوي. قلت لا، هذا سقف مستعار. السقف الأساسي يجب أن يكون قبة قشرية. أرادوا يفوتوا علي بأبواب طالعوني على السقف، وإذا السقف قبة قشرية.
خبية قشرية بتصل لحد 50 متر، هذا أقصى حد، لكن بده يكون في أعصاب بنفس الخبة لحتى تحمل الخبة، وبيصير الثقل على الجدران. أنا أعتقد مساحة السماء أكثر من 2 كيلومتر. حدا منكم بيخالفني؟ مو أكثر من 2 كيلومتر. كنت باللاذقية مع سماحته الله يرضى عنه، جايين مسا تعبانين قاعدين بالفندق، لقيت وجه الشيخ معبوط من التعب. شو بدي يسوي لغير الجو؟ تقول سيدي أنا اليوم شفت شوفي بس ما بعرف صحيحة ولا مو صحيحة. أني هات لشوف. تقول والله يا سيدي قعدت على شط البحر وتناوات على البحر هيك لمدى بعيد، لقيت السماء نازلة وملزوقة بالبحر. ما بعرف هذا صح ولا مو صح، بس أنا هيك شفت. ماذا يتوقع جواب؟ قال يا ابني هل يجوز للإنسان أن يحكم بنوع أن يتحقق؟ لا. قال لي يا ابني بكرة نزيل بالبحر وروح سباحة لهنيك وتحقق من حال السماء مزلوقة بالبحر. امتى ابني بتعطيني الجواب؟ ترسيني بس ارجع بعطيكم الجواب. هذا الخداع البصري، مين بيعرف انه البحر ملزوق بالسماء والسماء ملزوقة بالبحر؟ وين ما قعد في صحراء بتلاقي السماء نازلة عن بعد والأرض ملزوقة فيها، ما بشوف. وين هذا البصر حقيقي ولا خداع البصر اسمه؟ يا مسكين انت مالك عرفان سقف بيتك مستوي ولا محدب؟ سمعت قال في بلد الرجال والنسوان بيناموا مع بعضهم تحت لحاف واحد وعلى بساط واحد، سمعتوا هيك شيء؟ كلهم بيناموا مع بعضهم نسوان ورجال على فرشة واحدة تحت لحاف واحد، هي مرقت معكم؟ جعلكم الأرض فراشا وسماء بناء. وكانوا العرب يقولوا، الشيخ زاهر، كانوا العرب يقولوا افترشنا الأرض والتحبنا السماء. بمعنى كلكم انتم عم تناموا مع بعضكم نسوان ورجال على فرجة واحدة تحت لحاف واحد، ما لكم حاسين على حالكم يا مساكين؟ شلونك يا شيخ زاهر؟ انت واخواتك كلكم بتناموا على فرجة واحدة ونسوانكم معكم. لو أراد الإنسان أن يفكر بالحافة اللي انت عم بغطيك في بيتك
من صنعه لك؟ ما ابتغته بحرامات أو بالحب؟ مين صنع لك الحرام أو الحاب؟ مين شغل لك معامل لتساوي لك الحرام كأن أنت تغطى؟ مين ألهم؟ مين هيأ؟ مين صنع؟ يا مسكين ظنين حالك أنه أنت لحالك؟ والله يرعاكم وأنتم لا تشعرون. كلكم يا ماسكين عايشين برعاية الله. هل منكم من يستسلم لأمر الله؟ الشيخ لا تخنا، والله كنا مستسلمين لأمر الله. لا، بالبعض ما له مستسلم بأمر الله. يا شيخي أنت غلطان، كنا مستسلمين لأمر الله. بيسأل المشايخ، في حدا منكم بمر عليه بالسنة بالسنتين شي يوم بتفوتوا الفجر حاضر؟ معكم هيك بالسنين؟ بتمر معكم؟ والله حريصين ما تمر معنا، لكن والله مرات بيجينا زبونات غلظة بسهرونا، بتقوم بتفوت علينا صلاة التهجد، ومرات بالصيف والله الفجر مع الجماعة بتفوتنا. ليش؟ لأنكم أنتم ما لكم مصممين تفيقوا على صلاة الفجر، فاللي بيصمم يفيق بينام بكير، نام باكرا تستيقظ باكرا. مع العلم أنه الدنيا شتاء، الناس عم بيسهروا أكتر هون، وصلاة الفجر عم تفوتهم مع الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الشتاء، قال: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. سألت أحد الشباب، قال لي: والله أنا أقوم أكثر من نصف الليل، أنا حسب ما أنا بعرف إنه يعني الزلمة عم يقوم أكثر من نصف الليل بتهجد. ترك يا أخي، والله النصف الليل كثير عليك. بس احكي لي شو عم تساوي بهالليل؟ قال: والله بيجينا ضيوف نسهر نحن وياهم، ما بيطلعوا للساعة 12 وحده، لحتى يروحوا الضيوف لنتعشى وننام، بصير الساعة 3، باقي للصبح ساعة من نام تروح علينا صلاة الصبح. عم يقوموا نصف الليل وأكثر من نصف الليل، لكن بيقوموا بأول الليل. هذا ما اسمه قيام، هذا اسمه سهر. والسهر يوجب الأهر، واللي بيسهر كثير بكرة بس ينزل بالجورة ويتحاسب على سهراته التي كانت في غير الله، فعند ذلك يجد القهر. سبب القهر السهر. وتمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تماسك السماء، يا ترى في الآن طالع مواد تنحط مع الشمينتو
قد ما كان سميته رقيق السقف ما بتغير. لكن السماء مرئيه رفع سمكها بسواها، وهو يمسك السماء ان تقع على الارض. مين الذي خلق السماء؟ يلي صنع هذه الكاميرا تصوركم وتخبي الصورة عندها لوقت بدنا اياها من طالعة. عقله أصغر من الكاميرا الما أكبر، شو رأيكم؟ أصغر ولا أكبر؟ أكبر. أكبر بقديش؟ بلا حدود. فالذي خلق السماء هو أكبر منها بقديش؟ أنا أعتقد أنه هو أعظم منها بلا حدود، وأكبر منها بلا حدود، ولا يستطيع مخلوق مهما كان أن يتخيل قدرة الخالق، لا يمكن، لا يمكن أن يتخيل قدرة الخالق. فكيف يستطيع أن يرى الخالق وأن يرى عظمة الخالق؟ مثال بسيط، الذي خلق السماء أكبر منها ملايين مرات، هو وين موجود؟ هل له مكان محدود؟ هل الله في السماء أم في الأرض؟ هو يملأ السماء والأرض. فعظمته وقدرته تملأ السماء والأرض، وهو معكم أنتوا أهل الشام، هو معكم، وأهل حلب معكم، واللي بتركيا معكم، واللي بألمانيا معكم، واللي بأمريكا معكم، أينما كنتم. فعظمته سبحانه وتعالى تحيط بالعالم بأثره، الذي رفع السماء بلا عمد ترونها، وبسط الأرض على ماء جمد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ ما قد فرجي، ما في ولا فرجي، ما لها من فروج. وزيناها في أجمل من المنظر إلى السماء. أنت قاعد هيك تنظر إلى السماء وترى ألوان، سماء بالليل يرى فيها ألوان، كل نجم وكل كوكب بقدر ما يضيء
يوضع بحدق في السماء ترى ألوان يعجز اللسان عن وصفها، أحمر، أخضر، زيتي، أبيض، أصفر، تراه في السماء كل الألوان جمعها. قال هاي شان زين لكون السماء. بناها وزينها وما ترك لها من فرجة ولا طاعة ولا منفذ للهوى. وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد، وإنا لموسعون من وسع القدر الذي نحتاجه. يملك كل شيء، وانتو يا مساكين ما بتملكوا شيء. أظن كلكم فقراء، يا مساكين ما بيكون ولا واحد غني، أنتم الفقراء إليه وهو الغني الحميد. هو الذي أمدكم بالغنى به وجعلكم فقراء إليه. مهما حاول الإنسان يغطي حاله ما بيرتاح بقدر ما يجي مين يغطيه. ثم شد الحاف على حاله بيرتاح، أو إذا وجدت أيادي ناعمة تغطيه بيرتاح أكثر. وإنا لموسعون من وسع بالأقدار اللي بدنا إياها. أنا بعرف الشام معظمها كانت بساتين، منطقة الأصاع لما مدوا سكن الترين كان صب دكاكين، وبعض الدكاكين فوق في بيوت، والخط الثاني كان كله بساتين. اليوم تروح لهنيك ما بتشوف ولا بستان، كل البساتين صارت بناء. هذا منطقة الأصاع، منطقة الديوانية كانت كلها بساتين. أنا بوعاها، أنا كنت أمشي في البساتين. اليوم ما عاد في مجال تمشي من ازدحام السيارات، لذلك بتضطر يكون لك سيارة لتحميك. وإذا كل واحد بده سيارة وين بده يحطها؟ بزماني حكيت لشيخنا ترسيلي بسمحوا لي اشتري سيارة مشان روح واجي فيها واخذي حاجاتي واستفيد منها. قال لي ابني قبل ما تشتري السيارة اشتري كراج مشان تحط السيارة، لأنه الأولاد مش حبروا لك على السيارة بيزعوا لك ياها. استبح عقلي بقى، قبل ما تشتري سيارة اشتري بيت، بكعبات ما عندك بدك تشتري سيارة. وهذا مرض مجتمعنا اليوم، بيت ما عنده بده سيارة، بس يروح يجيب سيارة. ما عاد احنا نمشي بالبلد، والميكرويات ما عاد لحقت، ننصر البشر كتار. كنت اركب الدابة
من آخر خط المهاجرين لأصل للعمارة ما لاقي غير عربية أو عربيتين. هاي العربية اللي بجر حصانين واحدة أو تنتين بالطريق، اليوم ما عاد في مجال تمروا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. حكيت لشيخنا الترسي، أنا جاني عمل ما عندي شغلين بالفرن، لكن شرط علي يوم الجمعة بجيهم صفايح كتير فبدهم زلمة من الهوى، فإذا ما بشتغل يوم الجمعة ما بيشغلوني. وأنا فقير تنتوب متوقع اللي أروح أشتغل، فأجابني جواب رضي الله عنه، قال لي ابني بركة الختم بتعادل قوة 70 مرشد، لا تضيع على حالك. من ذاك اليوم إلى هذا اليوم ما بيفوتني الختم بقوة 70 مرشد. فأنا بنصحكم لا تجوا على الدرس، تعالوا على الختم واحضروا بركة الختم والدرس. الختم لقلوبكم والدرس لآذانكم ونفوسكم. لا تقدموا آذانكم ونفوسكم على قلوبكم، قدموا قلوبكم على آذانكم ونفوسكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله. سمعوني، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم صدقة من جنابه الكريم إلى من كانت في سببهم ومن أجلهم وعلى نيتهم، رحمهم الله، آنسهم الله، عوضهم الله الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم، ولقهم الأمن من عذابك حتى يلقونك آمنين مطمئنين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا والحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي.